هو قال لك بيرجع؟ لا يبا، بس أنا قلت يعني فرفك وجلوسك في البيت، يعني قلت أكيد ممكن تحتاجه، وأنا يعني أنا ما أحتاج أحد. بعدين حتى لو احتاجت منصور، الفترة اللي غابها خلاني أتعود على غيابه. يبا أرجوك لا تظلم منصور، أنت أكثر واحد قضى وقت معه في البيت وفي الشركة. طول عمرك تقول إنه منصور متهور وعصبي، بس وقت الشدة هو أكثر واحد تعتمد عليه. نسيت كلامك؟ لا ما نسيت. طيب يا ما زعلنا أنا وبدر لأنك تعتمد عليه وتشوفه أحسن واحد فينا. معقولة أذكرك بالكلام اللي كان يضايقنا بس عشان ما تكسى عليه أو أنك تظلمه؟ طيب شو المطلوب؟ يبا السالفة مو بسالفة مطلوب، بس أنا من واجبي أني أقول لك الشيء اللي أنت ما شفته وما تعرفه. منصور يبا كان أكثر واحد فينا خايف عليك وانت في المستشفى، ما تركه ولا ثانية. مرضك كسره وقهره، مو بعشانك أبوه بس، لا لأنك صديقه وقدوته وأقرب الناس له. الحين جاي تكلمني عن ولدي؟ ترى صحيح أنا قلبي تعب بس ذاكرتي زينة وممتازة بعد. ما كانت منصور لا يمكن تتهز عندي أبد مهما سوى فيني، وأكيد ما راح أرد خايب. إذا بيرجع الشغل الله يحييه. يا السلام عليك يا أبو منصور، من جد؟ يعني منصور راح يرجع الشركة؟ طبعا. طول عمرك القلب الدافي في ذا البيت يبا. أنا بروح الحين لمنصور. لحظة سم معك. منصور إذا بيرجع الشركة يرجع بشرط واحد، يشتغل تحت إدارة بدر. منصور تحت إدارة بدر؟ كيف يعني؟ أنت شايف هذا الكلام صح؟ أنا ما أقول هذا الكلام لأني أنا ضد منصور، لا، بس الحق حق. منصور ترك الشركة أكثر من مرة وهز ثقتي فيه، وفي المقابل بدر يستاهل كل التقدير والاحترام. هم معقولة أبعده ورجع منصور مدير عليه؟ شوف يا فهد، منصور ترك الشغل بشروطه، إذا بيرجع يرجع بشروطنا.